رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان.
عن هذا الرجل أيها الأحترام أنه لما كان يعالج سكرة الموت لا زال يفكر في رحمة الله، ولا زال يفكر في البلد الطيب، فتحرك بصدره، ناء بصدره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرك حركة بسيطة هي التي قربته شبرا إلى القرية الصالحة، بها غفر الله له سبحانه وتعالى. وجاء في رواية ثالثة عن هذا الرجل أن الله تعالى أمر القرية الصالحة أن تقترب وأمر القرية السيئة أن تبتعد، فتحركت القشرة الأرضية بأمر من خالقها سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون، فغفر الله له سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا أيها الحضرام ملاحظة مهمة جدا في هذا الحديث، لما قال هذا العالم قال أخرج من بلدك واذهب إلى بلد فيه ناس يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذه الملاحظة مهمة وهذه اللقطة مهمة جدا. لماذا قال له هذا العالم هذا الكلام؟ ليقول لنا من أراد أن يتوب فعليه أن يبتعد عن الأماكن التي كان يمارس فيها المعصية حتى لا يتذكر المعصية مرة أخرى، ثم أن يغير رفقة السوء ويبحث عن رفقة صالحة تعينه على الطاعة وعلى العبادة وعلى الاستقامة والالتزام. وفيها معنى جميل جدا يا حضران أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما كانت وكيفما كانت، إذا تاب منها صاحبها فالله يغفر له سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان لا يريد أن يغفر لك ولا ينسى هذه المعصية، فأراد هذا العالم أن ينسى هذا الإنسان هذه الرفقة حتى لا تذكره بالمعصية، ويبدأ حياة جديدة مع ناس في منطقة وفي رفقة صالحة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.